مهدي المعلم، أنت قدوتي وحياتي، فأعطني من قلبك فالمستقبل آتي. فهيا ننطلق نجاري الوادي، نلغي البعد والمسافات. هات يدك ولا تدع شفاهي تذوب قبل كلماتي. اجعلني منك وإليك كي لا نستحيل كالذرات. لا تقذفني نقطة في سلم الترهات فأنفلت ولا أجد مرساتي. لقد نسيت مطالعتي وكتابة مذكراتي. والله خرجت عام 2017، ما هو الحاجة ظروف معناتها سببا معناتها، وزيد تعليم يميزوا اللي يقرا يتود وكل هذاك اللي يقريوه ويركزوا معه كل، واللي ما يفهمش حاجة هكا ما يقراش يتود وكل يحطوا لتاني ما يفهموش وكل. عمري 16، قريت للسابعة أساسي التريمست الأولى في بني خليل، وفي المدرسة قريت في مدرسة الحبيب بورقيبة في المنزل بوزار. نخاف كل ما واحد يضربني، أنا كي نقرأ أنا وأختي من السنة الرابعة والخامسة أنا ما نجمش نفهم، ننقل على أختي. المعلمين في بالهم بيا ما يكلمونيش، قالت لي أنت ماكش كي أختك، أختك قرأي خير منك. والله مشاكل التعليم اللي هي لا محالة ولات عمومية، أما أنا بحكم أني البنية تهمني بنتي معناها من السنة أولى بدأت المشاكل معها، من السنة أولى اللي بدأت تقرأ. صحيح هي المعلمة غلطت فيها دوبا من الجمعة الأولى حصيله، كلات طريحة مع عند المعلمة، روحت للدار متغشة. شبيك يا اللي ما نحبش نقرأ وهك مزيانة هك قرابط هك كرطابة جديدة هك برشا لهم جابية ياك شنو، ليه ما عادش نحب نمشي حتى لين الحصيلة من بعدك. شبيك شبيك كي جيت نشد فيها من يدها صاحت، جيت تشوفها انا ضرب هكا زرقا. شبيك راني كليت تريحة مع عند المعلمة، من ساعتها ما عادش تحب تقرا. مشيت للمدير حكيت معاه، بدلوا هالي الكلاس واحد اخر عند معلمة اخرى، وطلبت هي السماح الحقيقة معناتها، خاطر في بالها اللي هما تلامذة دوزيام اني ولا تروزيام اني وهي بطبيعتها طويلة معناتها تخصيبها من الكبار. حصلوا من ساعتها وانا نعاني فيها. ضربتني على يدي بالعصا. بالعصا عند ضرب متاع عصا سنه اولى، بالطبيعه هو من الروضه يبدا يمشي بالسيف ويرجع، فما بالك سنه اولى معناتها. حصلوا من بعدك نفسني دهورت هي، وليت نعديلها في شارنيكول ودخلتها لقسم الاعصاب. قسم الاعصاب ما طلعوني، ما عملت تخطيط، عملت لي ريب، عملت كل شيء، ما فما حد شيء في معناتها اعصابها لاباس. قالوا لي ما عادش عديلها في شرنيكو، هزها لطبيب نفساني. هزيتها لطبيب نفساني من ساعتها، واحنا بالطريف تنجح، بالطريف تنجح وبالسيف، ولا هي بها معناتها. انا نقرا وكنت قري في غشاش وكل شيء، لكن ما معها هي صعيبه الحكايه. وليت نحفظها المحفوظات باللعب هكا، لكن سيستم المعلمين الله يهديهم، فما معلمين ما همش كيكا. في الاخر ما وصلت ستيام اني كان بالسيف، وبعد ما عادش نجم
زادة أستاذة خاطر أختها اللي أقل منها خلطت عليها ويقل منها برشا ونشط عليها ولات عقدة أخرى. شبيك ماكش كي أختك، أختك خير منك، يا مصدك يا شنو هذي كملك، معناتها ما عاش نجم ولا تنقطعت. ظاهرة الانقطاع على التعليم مبكر هي ظاهرة اليوم والتي تشد انتباه كل الأطراف، كل الأطراف بشكل مباشر أكاد أقول، معناها تهم وزارة التربية بالدرجة الأولى، تهم الإطار التربوي بكل أعوانه، وتهم كذلك العائلة التونسية كما تهم أبنانا خاصة اللي هم معنيين بمشكل الانقطاع المبكر. الانقطاع المبكر هذا في نظري يرتبط بثلاث جوانب رئيسية. عندنا الجانب الأول هو الروتينية اللي أصبح يعاني منها التلميذ في تونس، وهو جانب أساسي وهام جدا بحكم وجودي في القسم. نعرف اللي البرامج المدرسية في الحقيقة كان من المفروض أن نراجعها منذ زمن طويل. أنا شاركت مثلا في إصلاح برامج إصلاح التربية والتعليم منذ جويلية 91، وكنا قد اقترحنا إعادة معناها هيكلة وبرامج جديدة تدخل نوعية من نوع من الحيوية على التلميذ باش يشدوا أكثر للقسم، لأنه تلميذنا توا معناها خرجوا من الجابية يموت مسكين، معناها تلميذنا راهو معناها مربوط بالبرامج الدراسية اللي يقراها أبوه واللي قرات أمه يقرأ فيه هو. دونك زمن المدرسي لابد من مراجعته، مثلا نشوفوا تعليم الصباح ونشوفوا شوية ترفيه العشية. التلميذ يزم يكون عنده شوية مسرح، يزم يكون عنده شوية لغات، التلميذ يزم يكون عنده شوية رقص، التلميذ يزم يكون عنده شوية موسيقى. بطلت القراية 2016 على خاطر الظروف على قدها، ما فماش ما عندناش باش نكملوا نقروا كل شيء، ما عندناش دار شباب، ما عندناش نادي باش يعلمنا الحاجة الباهية. تعلمنا برشا فساد لنا، برشا عندنا ذرالي ناقصين في القراية، برشا ما عندناش لهوة. هاكم تشوفوا في الحومة على قد حتى الزيقوات، مع الناس الزيقوات عمري 21 سنة لا نخدم لحد شيء. من 2016 أنا بطل، ما عندناش مستقبل. واحد مبطل من 2016، بطل عمره 17 سنة القراية ولا 18 سنة، شو المستقبل متاعه؟ ما عندناش مستقبل. مش كان أنا، برشا عباد لنا في البلاد هذه، برشا إذا بيع على خدمة مرسم فيها ولا مشروع، نعمل مشروع باهي حتى نصبة بتاع غلة. المهم نعمل حاجة، ما نبقاش قاعد، المهم نتحرك نشوف حاجة نعملها، ما نبقاش معناتها حابس. نحكي علي أنا وعلى أصحابي اللي راهم كيف يزيد في حومتي كل شيء، ما عندناش كون باش يتلهى بينا. ما هاك تشوف، هاك تشوف الدنيا مكسرة كل شيء، ما عندنا شيء، ناس على قدها، عباد ما تخدمش. هذه الدار كانت يسكنوا فيها عباد نغمال وكل شيء، مي ولات مهجورة كما قاعد تشوف. شخص كان قاعد تكككها ولات منبع فساد لهنا، يسكروا ويزطلوا ويخبيوا السرقة لهنا، حتى صغار ولات ديما تجي لهنا. تسرب المدرسي دونك باش تخص عادة هي مرتفعة في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، يعني بين 7 أساسي وبين دونك الأولى ثانوي. دونك لهنا باش نراو أنه نسبة الانقطاع هي مرتفعة جدا، وهذا يعود على أنه الصغير لهنا باش تحصل له دونك باش يعيش فترة انتقالية بين كان في فترة دونك الطفولة وبين دونك فترة المراهقة.
معناها تو ما نقراش، فهمت كيفاه؟ زي بيا نخدم نجيب فلوس باش نصرف وكل شيء، فهمت كيفاه؟ ما نحبش معناها كل يوم ناخذ مصروف من عند بابا ونجي كل يوم هاد 6000 هاد 10000 هاد حاجة، زي بيا نخدم معناها ونخبي فلوس مش على المستقبل. ما نحبش نقعد داك اللي نقرا 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 من بعد باش نخدم لين نكبر من بعد نلقى روحي كبير ما نجم نعمل حاجة شيء. période de transition هي مرحلة انتقالية بين الطفولة والكهولة، يعني بين l'enfance entre l'enfance et l'âge adulte. C'est l'âge de changement وين نلاحظوا برشا تغييرات على المستوى البيولوجي على المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي. في الفترة هذه المراهق باش يكون عنده une tendance pour s'affirmer، يعني يحب يفرض روحه يفرض وجوده، يعني باش يكون الاهتمام نتاعو متركز اكثر على المجموعه اكثر من العائله. في الفتره هذه فما برشا تساؤلات المراهق باش يسالها، كيما تساؤلات على الهويه على الوسط الاجتماعي نتاعو، تساؤلات على الاهتمامات نتاعو على الوسط العائلي. دونك هي فتره انتقاليه وفترة تحف بالتغييرات على كافة الأصعدة. دوبل 3 سنين مع قراية صعيبة غاديك، وكل مرة يعملوا ضراب وما نقراوش نقراو ما نقراوش نقراو ما نقراوش، وهذا ما فيش ضرابات. جيت نقرا لهنا حتى ذا يطلع فيه ضرابات. نحب نعمل برشا حاجات، معناتها كي نحب يمشي ياخو يقرا في سونتر اخر ياخو سونتر، نحب ناخذ شهادتي انا ما يدخل يحكم ويتعلم قناه يدخل يخدم. هذيك هي خير من القرايه في الكولاج واللي فيه. انا جاي معناتها جاي انا هنا مانيش باش نلعب ولا حاجه، جاي باش نقرا باش نهار اخر ناخذ الدبلوم تاعي ونولي نخدم على روحي. القراية تعلم شي تعلمت صنعة ونخدم على روحي وصافا، القراية ما عندها وين توصل، مانيش مغروم بها، علاش قاعد فيها؟ فهمت؟ القراية عمري 11 سنة، بطبيعتي قعدت عام مرتاح. هم الواحد ما لقيت حتى حل، جيت شهادة الخدمة ارتحت برشا ونخدم معناها تعلمت صنعة خير، معناها لاقي فيها فلوس لاقي فيها راحتي لاقي فيها حتى كل شيء، معناها عادي كان ما جيش معناها نخدم في الحبس ولا في أي بلاصة. وبطبيعة القراية حتى القراية معناها مع ظروف معناها اللي بطلت منها القراية، ظروف عائلية وزيد هذا كل حتى اللي قري قري ما عنده ونوصل لعندي الريفي برشا سادة جاري جيراني ومعناها شادة الحيوط، هذاك علاش بطلت القراية السبب هذاك. المجتمع اللي عايشين فيه هو المشكل، مش المشكل ما يحبش يقرا يخدم معنا يسترجع الطاقه يقول لك انا ما عادش نرجع نقرا. في الكراجات اللي يخدموا لنا محافظين عليها مع الدخان، صيها مره صغيره مع الدخان ولا برشا حاجات، مع الفساد وعلى الزطله وعلى الشراب ولا كل شيء. يعيش في المناطق هذه الريفيه يعيش لو باللي يبعد باللي يبعد يدخلوه للحكايه هذه، واللي يشرب واللي يتكيف واللي يزطل واللي يحربش واللي برشا مشاكل. احنا ماذا بينا يقرا روحه ويجي يخدم في الصيف، لكن يجي يخدم في الصيف يقول لك انا ماش نرجع نقرا.
بالنسبة لأعدادية ابن خلاد هي أنها متواجدة على الطريق الرئيسي اللي هو تلامذة، معناتها في أكثر معظم الأوقات اللي ما يقراوش يكونوا مهدين قدام المؤسسة التربوية بالاختلاط ببعض العناصر اللي ممكن تساهم في أنهم ينحرفوا وإلا معناتها يبعدوا على المسار الدراسي. فكانت الفكرة من مجموعة من التلاميذ اللي هم تلامذتي متخرجين من المؤسسة دي أنه نفكروا في إيجاد مكان يعتبر مأوى للتلاميذ لإيوائهم في وقت معناتها الراحة، سواء كان من نص نهار لساعتين وإلا تدريجيا معناتها يعني في الأوقات اللي ما نجموش يكونوا متواجدين اللي هما خاصة في الأرياف، واللي هما في الأرياف موجودين التلامذة هذوما وعندهم مشكل اللي هما يستناو الكار وفي انتظار معناتها يعني الحافلة للوصول إلى المناطق هذه، كانوا يقعدوا في المطر وكانوا يقعدوا خارج المؤسسة التربوية ويتعرضوا للإمكانية معناتها بعض المنحرفين البر. فكانت الفكرة بديناها كجمعية كرامة وأمل في أنه نعمل المأوى هذايا بمعناتها تبرعات من أبناء التلاميذ ومن رجال أعمال موجودين في بني خلاد، عاونونا على أساس أنه مشروع يرجع بالإفادة على التلامذة ويساهم في أنهم ما يكونوش معناتها معرضين للأخطار دي ولا في بعض الحالات خاصة في مناطق الأرياف أنهم ينقطعوا على الدراسة. دونك الوضع التربوي في بني خلاد معناتها كيف تشوف الاستاتيستيك تلقى بني خلاد فيها 0.4% من سكان الولاية من المؤسسات التربوية التدريس من الفصول من عدد التلاميذ، لكن مالوغوزمون تجي تشوف تلقى معناتها النتائج المدرسية هي اون دوسو دو سيت موين ريجيونال وفي بعض الأحيان الناسيونال. اي لو بلوز الارمون هو حكاية التلاميذ هذوما المتسربين من المنظومة التربوية كن قاعدين يمشيو وسي دوماج كونو معناتها ما فماش حتى واحد منتبه لهم ولا معناتها يفكر في ماشيين التلاميذ هذوما. التلاميذ هذوما راهم أطفال وديزادوليسون، معناتها ينجم يكونوا فرصة كبيرة للتنمية لكن كما ينجم يكونوا خطر كبير على التنمية، خاصة وأنه فما برشا حاجات تربس بيهم من البرا من المدرسة. جمعية سيانت بني خلاد في المشروع هذايا اختارت أنها تخدم على فئة مهمة برشا من المجتمع واللي هي الشباب وخاصة الشباب المنقطع عن التعليم. صيانة أي مدينة ما هيش كان حيوت وبيبان وشبابك، هي زادة شباب باش نبنيو مدينة قوية عندها ديمومة لازم نخدموا على شبابها. فاخترنا ان احنا نخدموا على الفئة هذه من المجتمع ونشكروا السفارة الكندية في تونس اللي دعمت المشروع. هدف المشروع هو ثلاثة حاجات. اولا تسليط الضوء على فئة مجتمعية اللي لازم ننتبهوا لسلامتها ومستقبلها ونخلق حلول جديدة اللي هي تنجم تسلحها بالآليات اللي تخليها تنجح مستقبلها وتبني مدينتها القوية. ثاني حاجة حبينا نخدم مع أخصائيين باش يكون عنا المعطيات اللي توضح بدقة معناتها المرحلة اللي فيها التعليم والتربية في مدينة بني خلاد، وخاصة باش نستعملوا المعطيات هذية كمجتمع مدني كحكم محلي كسلطة مركزية، كلنا يكون عنا الأرقام والإحصائيات والمعطيات اللي تساعدنا ان احنا ندافعوا على قضية التعليم في بني خلاد باش نراعيه كيفاش نجمو نحسنوه ونبنيه مجتمع أفضل.